السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية موسم المانجا، وهنا هنبدأ نأسس مشتل صغير يكون في البيت عندنا، بحيث ان احنا كل مرة ناكل فيها مانجا ناخد البذور نزرعها. ولو حضرتك حابب يكون عندك عدد كبير من اشتال المانجا، فكل المطلوب من سيادتك هو كيس بلاستيك فقط وتربة خفيفة، كوكو بيت، بيت بوس سماد، مشتل بارلايت، او خليط بين الانواع دي من التربة. والانواع دي كلها بنطلبها من على الانترنت، موجودة ادوات كبيرة وادوات صغيرة، بنشتريها وبنجيب كيس بلاستيك اسود او ابيض، ويفضل يكون ابيض عشان نشوف الاشتال اللي نمت دون ما نفتح على الفاضي. بعد ما نعبي الكيس من الخليط اللي احنا جمعناه، هنرطب الخليط ده ونحافظ على انه دايما يكون رطب. بعد كده كل المانجا اللي احنا هنجيبها هنشتريها، هتجيلنا هدية، هنحصدها من عندنا من علق الشجر، هناكل المانجا وهنفتح الغلاف الخارجي للبذرة ونطلع الجنين ونحطه في الكيس. كل اللي علينا هو ان احنا ناخد بذور المانجا ونطلع الجنين من الداخل ونحط الجنين ده في الكيس. هفتح الكيس واشوف الامتداد. طبعا لو لاحظنا هنلاقي الكيس مرتفع للأعلى عشان الاشتال ما تتكسرش. طبعا مش شرط ان كل الاشتال تبان. وبعدين انا بفتح الكيس بعد ما شفت الشكل. لو لاحظنا هنا في اشتال، في اشتال كتيره منبته، فبالتالي بنفتح الكيس عشان ناخد الشكل ده ونزرعه ونرطبه وما تكسرش عليه في الكيس. نفس الشكل، دي شتله ما شاء الله قد ايه المجموع الجذر اللي فيها. لو لاحظنا دي شتله المجموع الجذري، دي شتله المجموع الجذري، بنفس الشكل هاخد الاشتال اللي نبتت وانتظر على الاشتال اللي لسه ما نبتتش. بنفس الشكل الشتله اللي اكتمل عندي نمو جذري فيها ونمو خضري، نفس الشكل هاخدها وازرعها في الصيص. نفس الشكل، هراعي بس ان انا ما اضرش بيه المجموع الجذري او ما اكسرش المجموع الجذري. ثبتها بنفس الطريقه وهرويها ريا غمر. كل ما تظهر عندي شكل هاخدها بنفس الطريقه وازرعها في الصيص منفصل. نفس الشكل طريقة تنطبع على كل البذور اللي احنا نزرعها. نفس الطريقة هنا هيكون المجموع الجذري الأسفل والمجموع الخضر اللي هي الأعلى، ولو احترت خالص هزرعها بنفس الشكل، لكن طبعا الأفضل هو كده نفس الطريقة وأروي. وضروري هو إن أنا أروي بعد عملية الزراعة. بعد مرور أيام بسيطة يكون عندي شتلة المانجو بنفس الشكل، بدأت تاخد الوضع الطبيعي وبدأت تنمو بشكل طبيعي. هلاقي عندي النمو مختلف تماما، لان في الاساس المجموع الجذري قوي. كل ما كان المجموع الجذري قوي كل ما يكون النمو الخضري سريع وهيكون النمو قوي. ولو لاحظنا هلاقي الساق وضعه مختلف، او الساق حجم الساق مختلف والنمو سريع ما شاء الله وقوي، بخلاف لو زرعناها دي الطريقه التقليديه يكون النمو بطيء وما بيكونش سريع بنفس الشكل.